FM. الكلمة ليك. وإن شاء الله يولي قانون. هو في اليوم هو مازال ما تروح للنقاش. هو هي النقاش. فكرة ما تروح للنقاش وهي خطوة إيجابية جدا، خاطر كيف أعلى هرم في السلطة يقول راهو مسألة الإرث ما تروح اليوم، وإن المساواة ما بين النساء والرجال في الإرث هذا تقدم خطوة هامة. خاطر ما ننساش ديما 2015 اللي نفس رئيس الدولة وفي نفس التاريخ قال الإرث غير ما تروح. 2017 رئيس الدولة يقول الإرث اليوم المساواة في الإرث هي مسألة مطروحة. هذه نقطة إيجابية جدا وأطلقت نقاش وطني، معناته حوار وطني. وإحنا المسائل المجتمعية من ضد الحوار الوطني، ستخبيا اللي يكون موجود حوار وطني وإني من أعلى هرم في السلطة نقول وراهو إحنا مع المساواة في الإرث. أنا حسب اعتقادي اليوم النقاش برشا مرات يتحط في جانبه الديني أكثر من جانبه الاجتماعي، وهي المسألة راهي مجتمعية واجتماعية أكثر منها دينية، على خاطر في نعرف اللي في العديد من القوانين الكل تسنت معناتها وفق ما يطلب المجتمع. واليوم المجتمع اليوم يطلب مساواة حقيقة، معناتها كيف تشوف الواقع النساء، كيفاش هما يخدموا، كيفاش هما يساهموا في مراكمة الثروات داخل العائلة، كيفاش هما مسؤوليات على الأطفال، مسؤوليات على الأولياء، معناتها الحاجة الطبيعية تولي أن تكون فما مساواة. الكلمة ليك.